أحسن عليكم. وهذا السائل يقول: هل الأفضل للمأموم أن يشفع الوتر مع الإمام ليوتر آخر الليل؟ نعم. هل الأفضل للمأموم أن يشفع الوتر مع الإمام ليوتر آخر الليل أم يوتر معه؟ يجوز أنه يشفع الوتر ويوتر آخر الليل إذا قام آخر الليل، والأحسن أنه ما يشفع، أنه يوتر مع الإمام ويكفي، ويقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر، وصلاة المغرب هي وتر النهار، ومع هذا يصلى بعد الراتبة. نعم.